وسهلا البنات ومرحبا بكم دائما على القناة. واش راكم مبروكة وكل عام وانتم بألف خير. ان شاء الله تدخل عليكم السنة الهجرية بالخير وكل ما كتمناه. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم لا كريب بطريقة جد سهلة وكيجي ولذاذ بزاف. وكنبغي نذكر الاخوات لأول مرة كيزوروا القناة واللي سبق ليهم زاروا القناة ومازال ما شاركوا بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. نبداو على بركة الله. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو نص سيترو ديال الحليب، جوج معالق كبار ديال الزبدة دايبة، جوج معالق كبار ديال السكر سنيدة، 225 غرام ديال الدقيق، كيس من سكر الفاني، ثلاثة البيضات والقليل من الملح. غناخدو الخلاط الكهربائي نوضعو فيه البيض في الأول، نزيدو السكر سنيدة جوج معالق كبيرة، قليل من الملح، سكر فاني، الزبدة والحليب. نخلطو هاد المكونات مع بعض مزيان ومن بعد عاد نزيدو الدقيق. ودابا نزيدو الدقيق بالنسبة للدقيق راه سبق ليا وغربلتو. بعد ما خلطت العجينه مزيان حوالي جوج دقائق كيف ما كتشوفوا راه كتجي خفيفه ماشي بحال البغرير. دابا غنوضعوها في اناء ونخليوها ترتاح حوالي 30 دقيقه عاد من بعد غندوزو نطيبو لك هديان. غادي ناخذو مقله تكون ما كتلصقش غنشعلو عليها على نار متوسطه نسخنوها مزيان. بالنسبة لي أنا سبق لي وسخنتها. ناخدو القليل من الخليط ونوضعوه في الوسط ونحاول نوزعو العجين ديالنا على المقلة كاملة باش تجينا الكخيب رقيقة. بالنسبة للكخيب راه دغيا كطيب غير تبان لينا نشفات من الفوق وغادي نقلبوها. صافي كيفما كنشوفو راه بدات كتنشف. دابا نحاولو نزوها من الشن ونقلبوها كيفما كتشوفو راه تحمرات. هما ساهلين مكياخدوش بزاف الوقت وكيجيو زوينين. قلبوها من الجهة الاخرى كيف ما كتشوفوا راه طابت. دابا غادي نوضعوها في منديل ونغطيو عليها باش هاد الجناب ما ينشفوش لينا. ندوزو نصابو وحده اخرى. من بعد ما طيبنا الكريب ديالنا كاملين كيجيو على هاد الشكل. كيجيو لك خاب على هاد الشكل زوينين بزاف رطبين ولذاذ. وكيف ما شفتوا الطريقه سهله ما كتطلبش بزاف الوقت وممكن تحضروهم حتى لاخر دقيقه. كنتمنى تجربوا وينالوا الاعجاب ديالكم وشكرا للمتابعه والى وصفه اخرى ان شاء الله.